كابتن ميدو، انا متواصل معاك على الهواء مباشره. يعني طب بالتاكيد انا عارف ان عندك استفسارات كتيره وعندك اسئله كتيره متعلقه بفريق النادي الاهلي، لكن انا الخبر الابرز والاهم النهارده في معسكر فريق النادي الاهلي بعد دخول الفريق في معسكر مغلق بالامس في استاد برج العرب، الكابتن محمود الخطيب في هذه اللحظات رئيس النادي الاهلي ورئيس لجنه الكره كان حريص على التواجد منذ عصر اليوم مع الفريق في فندق الاقامه، وتوجه مع الفريق الى استاد برج العرب لحضور التمرين. وفي هذه اللحظات يمكن انا بكلمك والتمرين مغلق لان خلاص الجزء المسموح بتصوير التمرين كان انتهى منذ حوالي اكثر من نصف ساعه، لكن كابتن محمود الخطيب حاليا داخل استاد برج العرب بيتابع تدريبات فريق النادي الاهلي ومتواجد مع الفريق للشد والمؤازره وارسال رساله للاعبين عن اهميه هذه المرحله وحرص جمهور النادي الاهلي على الفوز بالبطوله الافريقيه لانها بالتاكيد هو الهدف الاسمى لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. اليك الكلمه كابتن ميدو، بالتاكيد انا معاك اذا كان عندك استفسارات واسئله كثيره متعلقه بفريق النادي الاهلي. يعني محمد انا برحب بيك طبعا وبشكر سياده العميد على توضيح الاجتماع الامني، بس طمني على اللعيبه وطمني على الروح المعنويه، طمني على المحاضره الفنيه اللي عقدها الكابتن حسام بدري مع اللعيبه، قول لي الاخبار عندك ايه. طيب النهارده كان ميعاد الغداء في حدود الساعه 2 الظهر، بعد الغداء مباشرة كابتن حسام عمل محاضرة فنية، المحاضرة دي يمكن النهارده تقدر تقول ليلة المباراة، هو المتابع دايما بيبقى في محاضرة واحدة بتبقى بعد العشاء، لكن الكابتن حسام يعني من خلال البرنامج اللي وضعه للفريق في المعسكر المغلق تم الاتفاق على عمل محاضرتين ليلة المباراة، المحاضرة الأولى بعد الغداء من خلالها بيشوف أبرز النقاط الإيجابية والنقاط الفنية المتعلقة بفريق الترجي التونسي وكانت مدتها حوالي 45 دقيقة، أيضا بعد تدريب فريق النادي الأهلي النهارده وبعد العشاء مباشرة هيكون في محاضرة أخرى، هذه المحاضرات الجهاز الفني بيحاول يركز فيها وبيحاول دخل اللعيبه فيها اكتر لمساله التركيز والاهتمام بهذه المباراه وان اللعيبه كلها تكون على هبه الاستعداد وجاهزه فنيا وبدنيا وذهنيا، وتحديدا الناحيه الذهنيه دي اللي خلت الكابتن حسام يعقد اكثر من محاضره. بالامس ايضا بعد وصول الكابتن حسام البدري في المعسكر المغلق هنا في برج العرب كان في محاضره في المساء، والمحاضره ايضا تعلقت ببعض الهايلايتس وبعض اللقطات الفنيه فريق الترجي التونسي وتحديدا مبارياته الاخيره في الدوري ومباراه جورماهيا الكيني. بخلاف التحضير الذهني او شغل الجهاز الفني، بعد الوصول مباشرة لاستاد برج العرب أول 10 دقايق من التمرين كان في كلام مهم جدا للكابتن حسام البدري وصوته كان دايما مسموع لكل اللعيبة، لدرجة حتى إن احنا كنا قاعدين بره حاسين إن صوته العالي بيحاول يشحن همم اللعيبة، بيحاول يضعهم أمام المسؤولية خلال الفترة القادمة، ضرورة الانتصار، ضرورة الفوز، ضرورة مصالحة الجماهير، جماهير النادي الأهلي تثق بكم وبالتالي ضعوا هذه الثقة أمام أعينكم بالفوز على الترجي في مباراة الغد، هي مباراة مهمة جدا، دعونا ننسى تماما الايام السابقه والايام الماضيه، هي ليست في حسابات الاهلي خلال الفتره القادمه لان البطوله الافريقيه هو الهدف الاسمى للاعبين، تلك هي الاحاديث او تلك هي الكلمات التي تحدث بها الكابتن حسام البدري مع لاعبيه خلال المرحله الحاليه، ثم بعد ذلك راينا هناك جزء بدني ومران بدني لكن بشكل خفيف لانها ليله المباراه، لكن حتى هذه اللحظه وانا بتكلم معاك مفيش تطرق لاي جوانب فنيه، كل التدريبات المتعلقه بالجوانب البدنيه والجاهزيه الكامله لكل اللاعبين في المعسكر، عايز اقول لك يعني ال 23 لاعب الموجودين في المعسكر كلهم بيأدوا تدريبات بدنيه، الحمد لله ما فيش اي لعيب خارج تماما عن السور او خارج تماما عن التشكيله، احمد فتحي، سعد سمير، علي معلول، حتى باقه الجنوب افريقي اللي متواجد بعد قيده بالامس في القائمه الافريقيه، كل اللعيبه موجوده في القائمه الافريقيه متواجده في هذه اللحظه في التدريبات. لو بتتكلم عن حاله اللعيبه او انت بتشوف مشهد ان اللعيبه متاثره او هي جاهزه او عندها ثقه او بتفكر ازاي في مباراه الترجي، اقدر اطمنك ان ما حدث خلال الايام السابقه ان شاء الله هيكون في صوره معاكسه تماما، وحتى كابتن حسام في حديثه مع اللاعبين واحد اللاعبين حتى قال لكابتن حسام والجهاز الفني ان من هذه الصعوبات ومن هذه النتائج السلبيه قد ترون باذن الله عوده للنتائج الايجابيه ويكون دافع قوي لينا خلال المرحله القادمه، والبعض قال ممكن كنا فزنا في بعض المباريات الاخيره ويكون دخلنا البطوله الافريقيه بحاله استطار ان احنا فزنا بعدد من المباريات وبالتالي عندنا اريحيه، لكن هذه النتائج السلبيه قد تعطي دافع كبير جدا لعدد من اللاعبين لاداء مباراه قويه خاصه في حضور 15000 متفرج من جمهور النادي الاهلي، هيكون حريص على متابعه مباراه الغد مباراه الاهلي والترجي التونسي في بدايه المشوار الافريقي اللي نتمناها باذن الله تكون مباراه فنيه وتحكيميه تخرج بشكل جيد في ظل ان حكم مباراه الغد هو نفس الحكم اللي ادار مباراه الاهلي والترجي العام الماضي هنا على نفس الملعب استاد برج العرب، وكان هناك لغط تحكيمي كثير على هذه المباراه وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2. تمام، يعني محمد بشكرك جدا، ولو عندك اي جديد احنا مستمرين معاك للساعة 9، لو عندك اي جديد يلا مستنيك على طول.